السلام عليكم. بعد 4 أيام من مرسوم بشار الأسد والذي قضى بإلغاء منصب الإفتاء في سوريا والإطاحة بأحمد حسون وإسناد مهمة الإفتاء إلى المجلس العلمي الفقهي متعدد الهويات والانتماءات المذهبية والطائفية، اجتمع المجلس الإسلامي السوري وأعلن انتخاب الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية، ويحسب للمجلس الإسلامي السوري أنه التقط المبادرة وعاد منصب الإفتاء إلى سابق عهده، أي انتخاب المفتي من قبل العلماء وليس تعيينه من قبل السلطة. إن ترسيخ فكرة الانتخاب في اختيار المفتي خطوة جيدة من المجلس الإسلامي السوري لترسيخ معنى المرجعية المستقلة عن التحكم السياسي في الفتوى، خصوصا بعد سيطرة دول عديدة من بينها إيران على مفاصل النظام الحاكم في سوريا. وفي هذا الإطار نطرح التساؤلات الآتية: ما الذي يهدف إليه النظام السوري من إلغاء منصب الإفتاء؟ وما خطورة تشكيل ما يسمى بالمجلس الفقهي البديل؟ لماذا انتظر المجلس حتى يلغي رأس النظام السوري بشار الأسد المنصب ثم تحرك بهذه الخطوة؟ هل مرسوم بشار الأسد يقصد منه عزل المفتي السابق أحمد حسون؟ ما مصير هوية الدولة ومرجعيتها الشرعية والفقهية في ظل هذا المرسوم؟ هل لإيران دور فاعل في قرار الإعفاء؟ وما خطورة التركيبة التي جاء بها النظام في المجلس الفقهي؟ هذه الأسئلة وغيرها سنبحثها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع، والتي تحمل عنوان مفتي سوريا المنتخب، المهام والمسؤوليات. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذا الأسبوع ضيفا في الاستوديو المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري الشيخ مطيع البطين. شيخ مطيع، مرحبا بكم. حياكم الله. حياك الله ضيفا عزيزا في قناة الرافدين. حياك الله وحيا الله أهلنا في العراق الشقيق وفي سوريا، كل البلاد التي الآن يجمعها الهم الواحد. حياك الله شيخ. وسيكون معنا عبر سكاي من برلين الكاتب والباحث السوري الأستاذ نبيل شبيب. أستاذ نبيل، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم أخي وبالضيف الكريم وبالمتابعين. أهلا بك، تشرفنا بحضرتكم. مشاهدينا الكرام، وقبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. أثار قرار رئيس النظام السوري بشار الأسد إلغاء منصب مفتي الجمهورية الذي يشغله أحمد بدر الدين حسون كثيرا من الأسئلة والتكهنات، في وقت عزز فيه الأسد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف. وحسب المرسوم الجديد، أصبح من مهام المجلس العلمي الفقهي الذي يترأسه وزير الأوقاف في حكومة النظام عبد الستار السيد إصدار الفتاوى ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها. ويضم المجلس مرجعيات شيعية تدين بالولاء لإيران. فيما قال مراقبون إن خطورة إلغاء منصب مفتي الجمهورية ليست متعلقة بإزاحة المفتي أحمد حسون التابع للنظام، بل بالاعتداء على منصب الإفتاء استكمالاً لمخطط تغيير هوية سوريا الديمغرافية والدينية، ويمهد لدخول إيران على خط الإفتاء في سوريا وإدخال المؤسسة الدينية في دائرة المحاصصة الطائفية والتقسيم، بينما اختارت قوى الثورة السورية الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً لسوريا، ما يلقي على عاتقه مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة. كلفت بهذه المهمة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني عليها وأن يجعلها لي حجة يوم القيامة لا حجة علي. هيئة علماء المسلمين في العراق تقدمت بالتهنئة للشيخ أسامة الرفاعي، مشيرة إلى أنه أهل لذلك الاختيار، داعية الله له بالعون في هذا المقام وأن يعجل بالنصر للشعب السوري الشقيق. المفتي السابق أحمد حسون عرف بمواقفه المؤيدة للنظام السوري ورئيسه بشار الأسد واستغلاله المناسبات الدينية لدعم النظام والترويج له، كما عرف بتصريحاته وتفسيراته المثيرة للجدل لبعض الآيات القرآنية. ومع بداية الثورة السورية انحاز حسون لسلطة النظام، ووصف الثورة والحراك الشعبي بمؤامرة تستهدف أمن سوريا، في حين وصفه معارضو النظام بأنه مفتي البراميل،
بعد دعوته النظام السوري لإبادة الأحياء الشرقية إبان سيطرة المعارضة السورية عليها، كما شن حسون في مقابلات ومناسبات عدة هجومه على اللاجئين السوريين، واصفاً إياهم بأنهم خدم وعمال عند الدول الغربية. إلغاء منصب المفتي في سوريا جزء من سياسة أوسع للنظام وحلفائه الإيرانيين، رغم أن حسون كان مقرباً منهم، تتصل بإعادة ترتيب الشأن الديني لتواكب عمليات تغيير واسعة النطاق، والتي تعد العامل الديني مجرد خادم للنظام وأداة من أدوات السلطة الحاكمة، يعاد ترتيبه وتكييفه بطريقة أمنية واستراتيجية لمصلحة النظام وحلفائه. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، سنتناول في المحور الأول من هذا اللقاء دلالات وخطورة قرار النظام السوري بشار الأسد بإلغاء منصب المفتي. أما المحور الثاني فسنتناول الخطوة المباركة التي أقدم عليها المجلس الإسلامي السوري باختيار فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا لسوريا. أبدأ معكم الشيخ مطيع. أعلن بشار الأسد قبل أيام مرسوما يقضي بإلغاء منصب الإفتاء في سوريا، ولكن السؤال المطروح هنا دائما، ما هي دلالات خطوة النظام وما هي خطورتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذه الخطوة ليست الخطوة الأولى التي يعني يتخذها هذا النظام، هذه العصابة الحاكمة في سوريا، نعم، في سبيل السيطرة على المؤسسة الدينية والسيطرة على الحس الديني والسيطرة على المرجعية الدينية. نعم. كل العلماء في سوريا يذكرون كيف وقف هذا النظام بشكل حازم وخطير ضد إعادة تشكيل رابطة علماء الشام. نعم. رابطة علماء الشام كان لها دور كبير جدا في تاريخ سوريا، تحل حكومة وتعقد لحكومة. نعم. بمجرد أن تعترض هذه الرابطة أيام الشيخ أبو الخير الميداني. نعم. والعلماء الكبار في عصره بمجرد ما كانوا يقولون الكلمة كان كل الشارع معهم. نعم. عندما أراد العلماء في أيام حافظ أسد أن يعيدوا هذه الرابطة جاءتهم يعني التحذيرات من الأمن القومي بأن هذا خط أحمر. نقطة ثانية، بعد أن وقف شيخ القراء الشيخ كريم راجح. نعم. ضد هذا النظام، وقف محمد عبد الستار السيد وقال أنه يسحب المشيخة منه. طيب هو من هو حتى يسحب المشيخة من رجل بايعه شيوخ القراء؟ نعم. ولذلك جاء العلماء الذين انحازوا إلى الشعب السوري، وفي لقاء مهيب أيضا ويعني أعادوا الاعتبار أيضا وبايعوا الشيخ كريم على أنه شيخ القراء. وهذه كلمات لدى أهل الشام لدى السوريين لها في وجدانهم. نعم. مكانة كبيرة جدا. الآن بشار الأسد يستكمل هذا الأمر بأن يعني يلغي المقام. حسون عند السوريين رجل مجرم. لا ربط بين حسون وبين مقام الإفتاء. طيب. كان مقام الإفتاء مغتصب، لكن السوريون يدركون ما وراء هذه الخطوة. اعتداء بشكل واضح على مسألة تمس الدين وتمس العقيدة وتمس الهوية. ولذلك هذه اللعبة وهذا القرار الخطير، اللعبة بتمرير المجلس الفقهي. نعم. هنا خطورة القرار أنه ألغى شيء اسمه مقام إفتاء، يعني ألغى تاريخ. نعم. في عهد الفرنسيين كان حتى الفرنسيون ما تجرؤوا أن يلغوا مقام الإفتاء عندما. نعم. استعمروا سوريا إلى هذا الحد. قبل هؤلاء أيضا كانت المسجد الأموي فيه قبة معروفة بقبة النسر. من يدرس تحت قبة النسر هذا إنسان يعني أوتي من العلم والمبايعة الشيء التاريخي. نعم. وكان هذا يأتي من شيخ الإسلام في زمانه. نعم. في أيام الدولة العثمانية، فهي مسألة قرون متطاولة والناس على ذلك. فبأي حق يعتدي على الشعب، على الهوية، على المسلمين، على الدين بإلغاء عنوان؟ نعم. هو يعني الآن عندما يقول أنه المجلس الفقهي هذا بديل عن المسألة، ليست مجلس وشخص، لتكون هنالك أي مجالس فتوى، مجالس علمية، مجالس بحث، هذه مسائل مهمة جدا. نعم. لكن أن تنتزع العنوان مثل أن تأتي إلى مصر وتقول أنا لا أريد أزهر في مصر. ما لا داعي لمشيخة الأزهر. نعم.
هل هذا الكلام يقبل في مصر؟ ماذا يبقى من هوية مصر؟ صحيح. كذلك في سوريا. نعم. عندما تقول لا نريد مقام إفتاء، لا نريد أن يكون هنالك للمسلمين هذا المقام الذي ينتمون إليه. نعم. أنت تضيع عنوان عريض، وبالتالي عندما يضيع العنوان لا تعوضه أي مفردة من المفردات. لو ضحك على الذقون هذا الكلام الذي يقولونه. نعم. مجلس فقهي ومجلس تخصص ومجلس متنوع وكل هذه الأشياء، وهذا المجلس هو الذين فيه يعرفون أنهم لا قيمة لهم. تأتي الأوامر للبصم بالضبط يبصمون، بالضبط. نعم. تأتي صحيح. الأوامر للتنفيذ ينفذون. أساساً هنالك شخصيات معروفة الآن في المجلس الفقهي، الصور موجودة. نعم. ذهبوا وجلسوا جثياً بين يدي علي خامنئي. أي مجلس فقهي هذا؟ نعم. هذا مجلس استعماري، هذا مجلس لبيع البلد، هذا مجلس من أجل المضي في تغيير هوية سوريا وتركيب سوريا. فكيف نسكت على هذا الأمر؟ طيب. لذلك من هنا تأتي هذه الخطورة. طيب. أستاذ نبيل، أجدد الترحيب بكم. يعني هل مرسوم بشار الأسد يقصد منه عزل المفتي أحمد حسون، أم ترى أن هناك غايات أخرى نظرا لطبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا؟ يعني حسون الواقع لا نريده بهذه الصورة، لأنه لم يكن أكثر من بيدق، والبداية لم تكن الواقع بالأسد وأبيه الأسد الأول والثاني، وإنما بداية من حزب البعث الاشتراكي الواقع اللي وصل إلى السلطة عام 63. نعم. المرسوم الذي صدر آنذاك في عام 1967 هو الذي بدأ تغيير الواقع في واقع هذا المنصب الأساسي أو هذا الدور الأساسي على صعيد الإفتاء للمسلمين، والذي بدأ مع تأسيس سوريا الواقع الإفتاء. طبعا عندما كانت هناك دولة الخلافة العثمانية كان هناك أشياء أخرى، مع أن تأسست الدولة السورية نشأ هذا المنصب لموقع سوريا للوطن السوري بصورة خاصة. إنما الخطوة الحقيقية التي اتخذها الأسد بشار الأسد كان في عام 2018، عندما الواقع عين المفتي بناء على ترشيح وزير الأوقاف، فربط الأمر بوزير سياسي، جزء من السياسة وليس جزء من العلماء. والأمر الثاني هو تقييد مدة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، معنى ذلك إذا صنع ما تريده الدولة، ما يريده النظام، لأن هذه ليست دولة الواقع، لم تكن دولة ولا نظاما، الواقع يمكن تمديد له، وإن لم يصنع ما يريده يمكن الواقع اختيار سواه وتعيين سواه إلى آخره. فالخطوة الواقع بغض النظر عن حسون، عن خلافاته مع وزير أوقاف حاول أن يثبت وجوده ولكنه فشل ذريعا، الواقع بشكل عام تصريحاته كانت على كل صعيد غير مقبولة بأي صورة من الصور، حتى من جانب الموالين للبشار الأسد أيضا كانت تصريحاته تتجاوز الحدود، وبلغ الأمر في النهاية بأنه أخطأ في الآيات الكريمة في القرآن الكريم. بالتالي الواقع يعني ليست القضية قضية حسون، وإنما قضية الواقع الموقف من الوجود الإسلامي في سوريا بشكل عام، والذي هو يمثل الغالبية ويمثل من خلال الإفتاء منصب مستقل عن الدولة ومستقل عن السياسة، يستطيع أن يقول كلمة الدين بغض النظر عن تطبيقها أو ضعف تطبيقها، ولكن هو الذي يصدر عنه هذا الموقف، وكان العلماء هنا هم الذين يختارون ذلك، فبدل الأمر منذ عهد البعث. وهذا الأمر الواقع يعني الخطوة المقابلة هي الخطوة التي صدرت عن المجلس الإسلامي السوري. بعد هذا الصدور هذا المرسوم، يعني ما هو مصير الدولة وأيضا المرجعية الشرعية والمرجعية الفقهية؟ كيف ترى مستقبلها أو مستقبلها في سوريا؟ الحقيقة أيضا يعني النقاط اللي ذكرها الأستاذ المفكر. نعم. نبيل شبيب يعني تشكل إضاءة مهمة جدا فيما نتكلم عنه. نعم. وما ذكرت أيضا من المستقبل هو أيضا هو كل هذا العمل من أجل مستقبل سوريا. نعم. مستقبل سوريا يمكن أن نقرأ المسألة بشكل تماما كما حدث في العراق. اللاعب الذي يريد أن يخرب هو نفسه الذي خرب العراق، الولي الفقيه الذي جاء إلى العراق ومزق النسيج العراق ودخل في العراق بهدف إحياء الإمبراطورية. نعم. ويركب ويمطط الدين في سبيل هذه الأجندات. نعم. ويمزق النسيج في كل منطقة حتى يعاد صياغة المنطقة ككل. نعم. هذا الأمر هو ذاته يعمله في سوريا، ورأينا التصريحات من الآيات والعمائم التي تقول أنه لو الأمر مقارنة بين خوزستان وبين دمشق لا نترك خوزستان ولا نترك دمشق. نعم. لهذا الحد، فالخطورة
أنه الآن الإيراني أذرعه مبسوطة وأيديه مبسوطة ودخوله بعمق بالضبط. حتى بشكل وشرعنا يعني في قانون صدر وهؤلاء تشكيلة نعم. والوزير له أن يدخل من يشاء ويستعين بمن يشاء، وإضافة أنه هنالك أناس أعطوا الهوية السورية أصبحوا يتكلمون باسم السوريين عمائم نعم. أجنبية عن سوريا وأخذت الجنسية، وهؤلاء أصبحوا سوريين والسوريون لا يعرفونهم نعم. وهنالك أيضا من باع وطنه وباع أهله باع أرضه من هؤلاء الذين يتبعون للولي الفقيه نعم. فالآن يأتون ويدخلون إلى مؤسسة دينية في بلد تحت حراب الاحتلال نعم. هذا استعمار وعدوان، وخطورة هذا الأمر على أنه يجعل سوريا ليست واحدة على أنه يجعل سوريا ممزقة طائفية، على أنه يمهد لمحاصصة، على أنه يشكل مجلس فقهي ليس فيه فقيه مرجع يرجع إليه ويحترمه الناس. أقول لك الآن لو فرضنا الآن الشيخ أسامة الرفاعي طيب. في قضية الإفتاء نعم. قال كلمة أنه والله غدا ثبت عندنا رمضان مسألة من المسألة نعم. وهذا المجلس الفقهي كله تبع هذا النظام كله خرج بالمظاهرات يقول غدا رمضان، أهل دمشق هناك سيرمون بكلام هذا المجلس في الأرض ولن يكون لهم ليكون له أي وزن. هل يدرك النظام ذلك شيخ؟ النظام يدرك بأن هذا المجلس الفقهي ما هو إلا يعني هواء في شبك الحقيقة، يعلم ذلك؟ الحقيقة نعم. لو كان عند هذا النظام رجل عاقل لنصحه قبل أن يصل إلى هذا الأمر، لكن هذا النظام نظام عميل نعم، نظام ينفذ ما يملى عليه نعم. لأنه الآن بالفعل في مر يستهزئ به القاصي والداني، يعني هم في ورطة لا يعرفون ماذا يفعلون. من يومين خرج عبد محمد عبد الستار السيد نعم. يقول أنه ما كان في إفتاء، هذا الإفتاء جاء من العثمانيين يعني هو يقول ضمنا نعم. أنه حافظ أسد وبشار الأسد كانوا أغبياء عندما أبقوا هذا المقام، إذا كان هو يقول نعم. أنه هو من العثمانيين، طيب لماذا 40 سنة وأنتم تقولون لابد من مقام إفتاء نعم. إذن هذا الأمر يعني لا يعرفون كيف يخرجون منه نعم. فعودة إلى السؤال أخي محمد نعم. الخطورة، الخطورة واضحة، الخطورة يريدون أن لا يكون لسوريا هوية، يريدون أن لا يكون للمسلمين السنة خطاب وطني نعم. عندما يوجد مفتي لسوريا يعني يوجد رجل وطني، رجل لا يخضع للولي الفقيه، رجل يأتيه المسيحي والمسلم والدرزي كل هؤلاء يأتون ويرون فيه رجل فوق المحاصصة نعم. يرون فيه حصن يلجؤون إليه. هكذا كان تاريخنا نعم. كان تاريخنا ما يقع مظالم على أي مكون، لأن كل المكونات تدرك أن هنالك رجال وطنيون، هؤلاء عندهم أفق بعيد نعم. ونظرة جامعة وخطاب موحد. لا هذا الأمر هو الذي نريده، هو الذي نسعى إليه بالحفاظ على مقام الإفتاء حتى لا تكون سوريا مزق طيب. حتى لا تكون سوريا سهلة لقمة سهلة بيد الولي الفقيه طيب. أستاذ نبيل، عطفا ما على ما تفضل به يا شيخ مطيع، هل تعتقد أن لإيران دور يعني فاعل فيما جرى من إلغاء لمنصب المفتي؟ هل تميلون أنتم إلى أن بشار الأسد استلم التوجيهات من الولي الفقيه وأقدم على هذه الخطوة؟ يعني الأمور لا تمشي بشكل توجيهات رسمية بمعنى يكتب له رسالة افعل كذا أو يقول له تحياً افعل كذا واترك كذا، ولكن الرابط الذي يقوم بين الطرفين الواقع رابط قديم. عام 1980 عندما احتفلت إيران بمرور سنة على ثورتها قبل سنة واحدة في 1979 الواقع كان ضيف الشرف هو عبد الستار السيد والشيخ أحمد كفتار بصفته مفتي، بصفة أن سوريا ضيف الشرف على هذه الاحتفالات، وكان عبد الستار السيد يخطب في ذلك الجمع ويقول بأن حافظ الأسد يدافع عن واقع عن الإسلام والمسلمين في حماة، في دير الزور، في المدن الأخرى التي تعرضت آنذاك لحوادث التي نعرفها من الثمانينات. بالتالي الواقع هذا كان موجود منذ الفترة الأولى. التأثير الإيراني، ولا أقول تأثير الشيعة أو تأثير السنة، التأثير الإيراني كاتجاه سياسي قام بثورة في إيران وربط الأسديون أنفسهم به منذ ذلك الحين،
وكل ما جرى حتى الآن الواقع هو وضع أمر سياسي، أمر سياسي في التعدي عن الدين على الدين، أمر سياسي في العمل الواقع المشترك مع إيران في قضايا أخرى، أمر سياسي لأنه يجرد الشعب من المرجعيات التي يطمئن إليها. وهو يضع، عندما يضع رجلا كحسون في مثل هذا المنصب قبل سنوات، الواقع عندما يضعه يضعه وهو يعلم بأنه رجل يثير السخرية أكثر مما يثير شيء آخر، وبالتالي يريد أن يجعل هذا المنصب، منصب الإفتاء، منصب يثير السخرية، يعني من خلال رجل الذي وضعه في هذا الموقع. بالتالي الآن عندما يلغي هذا الموقع أيضا يريد أن يلغي وجود شرعية أو مرجعية بالنسبة للمسلمين في سوريا إلى حد كبير، ومرجعية الواقع لعموم سكان سوريا، لأن المفتي كان آنذاك المفتي الحقيقي من أيام كان ينتخب انتخابا، كان يمثل شعب سوريا، يمثل المسلم وغير المسلم، بمعنى أنه يدافع عن المسلم، يدافع عن جنس الإنسان في سوريا، لأن القرآن يأمر بذلك، لأن الإسلام يقوم على ذلك، ولقد كرمنا بني آدم ما كرمنا فئة دون فئة. أما الآن فهم يضعون الطوائف ضد بعضها بعضا، يثيرونها ضد بعضهم بعضا، ويضعون المذاهب ضد بعضها بعضا، ويلغون يعني يضعون هذا الشخص غير المناسب في مثل هذا الموقع حتى يستهزئوا من الدين، من الدين ككل وليس فقط من الدين الإسلامي بهذه الطائفة أو تلك الطائفة. مشاهدينا الكرام، ضيوفنا الأعزاء، طبعا سننتقل إلى المحور الثاني والذي سنتناول فيه الخطوة المباركة التي أقدم عليها المجلس الإسلامي السوري، ولكن دعونا نستمع إلى فضيلة مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي، وهو يتحدث أن من ينتخب المفتي هم أهل الاختصاص، فلنستمع. أننا حينما فوجئنا بإلغاء منصب الفتوى في سوريا فقد وجدنا من الضرورة بمكان أن نسارع إلى إعادة صياغته من جديد، ووجود مفتن على الأرض السورية ليتداعى السوريون جميعا إلى معرفة أمور دينهم وشؤون دنياهم. فديننا والحمد لله شامل لجميع شؤون الحياة، لا يستثني شيئا منها أبدا. وتم هذا الانتخاب والحمد لله، ولكن مما ألفت النظر إليه أن تاريخ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا دائما فيه مفتن، ولكن في بعض الأحيان يكون انتخاب هذا المفتي على الطرائق الصحيحة المقنعة المنطقية الشرعية بأن ينتخب المفتي أهل الاختصاص من العلماء، ولا ينبغي لأحد أن يمارس هذا العمل في تعيين المفتي أحد غير العلماء، لأنهم هؤلاء هم أهل الاختصاص لا سواهم. ولكن في بعض البلاد يتحكم في هذا المقام الحكام، فيعينون من يشاءون في هذا المركز وفي هذا المقام، وأنتم تعلمون أن من عين تعيينا من قبل الحاكم فإنه مضطر أو مجامل لأن يصدر الفتاوي التي يفصلها تفصيلا على حسب هوى الحاكم الذي عينه. شيخ مطيع، يعني يقول فضيلة المفتي مفتي سوريا يجب أن يكون انتخاب مفتن على الطرائق الشرعية الصحيحة بأن يتم انتخاب المفتي أهل الاختصاص من العلماء. طبعا كما تعرفون يعني اجتمع المجلس الإسلامي السوري في اسطنبول، وهو أكبر تجمع علماء سوري معارض، وعلن انتخاب الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية. كيف يمكن تقييم مثل هكذا خطوة؟ هنا نقطة مهمة جدا. نعم. يقولون المجلس خلال يومين طلع بالقرار. هل يمكن انه يعني ان يجتمع 21 شخص من الامناء و25 شخص من مجلس الافتاء، بالتالي يعني 46 شخص؟ نعم. وينتخبون مفتي لسوريا؟ هذا التوصيف توصيف بعيد كل البعد عن الحقيقة. طيب، الذين انتخبوا الشيخ أسامة الرفاعي هم 10,000 عالم وداعية.
بالقلم والورقة. حتى في الداخل كان هناك طبعاً أصوات من الداخل داخل طبعاً سوري. معظم كوادر المجلس الإسلامي في الداخل. أنا سأشرح لك بشكل سريع. نعم. كيف 10,000؟ سأل الناس هل فعلاً هذا يحتاج؟ المجلس الإسلامي مكون من 40 رابطة وهيئة. طيب. أحد الروابط مثلاً مجلس حلب الشرعي فيه 1,200 داعية. هؤلاء انتخبوا ممثلين لهم في الأمناء. طيب. عملية. نعم نعم. هؤلاء هم لهم ممثلون. فال21 عضو في الأمناء هم ممثلون لآلاف العلماء والدعاة وهم مفوضون في أي قرار يتخذونه. نعم. فيما يمس الجانب الشرعي. نعم. هؤلاء انتخبوا الشيخ أسامة الرفاعي. في أي حضارة في أي بلد في أي مدنية تجد أرقى من هذا الأمر. نعم. أهل الاختصاص هذا واحد. نعم. إذا كنا نتكلم عن العدد والدعاء، إذا كنا نتكلم عن النوع، يعني الذين بايعوا سيدنا أبو بكر في السقيفة كم كانوا؟ أليس هم أعيان المسلمين؟ بالضبط. نعم. ولم تتبعهم الأمة؟ نعم. طيب الذين بايعوا أو باركوا أو انتخبوا الشيخ أسامة الرفاعي هم الدكتورات من نابلسي الذين باركوا الأستاذ عصام العطار. نعم. الشيخ ساري الرفاعي. الشيخ أحمد الصياصنة. الدكتور عبد الله السلقيني. الدكتور عبد الكريم بكار. وقائمة تطول. من الذي سينتخب؟ هل سننتظر النظام وأزلام النظام حتى يقولوا كلمتهم؟ إذا ما تم هو في بكل المقاييس بالانتخابات بكل الوسائل المدنية هو عملية صحيحة وجاءت بهذا الشكل الحضاري من أهل الاختصاص. فهل نذهب نقول مثلا والله أنه الآن أخي يعني ندخل كل الناس في انتخابات؟ نعم. هذا أمر غير صحيح وغير سوي ولا, نعم. ولا يستقيم. هذا وضع للعصي في الدواليب. فالذي تم هو إعادة الأمور لشكلها الصحيح. الشكل الصحيح ماذا هو؟ نقطة مهمة جدا. نعم. النظام كان يعين تعيين يعني. نعم. كل السوريين يعرفون أن أحمد حسون ليس بذي كفاءة علمية. ما عنده علوم. هذا واحد. ورأيتم التخبيصات والتخريفات. نعم. اثنين، رجل ليس على خلق وليس على دين. ثلاث، هو رجل مخابرات. هل أكثر من أنه أفتى بقتل السوريين وتهجير السوريين وتدمير السوريين وضربهم بالبراميل العمياء؟ مفتي البراميل. نعم. التعيين، خطورة التعيين أنه يكون أداة بيد المستبد الدكتاتور الطائفي الحاكم. الآن أنت تأتي لرجل لا يريدها وتقول له لابد من هذا الموقف التاريخي. نعم. تقول له إن لم تكن في هذا الموقف أنت تركت الثغر. نعم. هكذا الأمر بدقة. هذا ما حصل مع. نعم. المجلس الإسلامي وانتخابه للشيخ أسامة الرفاعي. وعلى فكرة لم يكن الشيخ أسامة الرفاعي هو المرشح الوحيد. هو الشيخ أسامة طرح مجموعة من الأسماء. وقال هذه الأسماء اختاروا من بينها. نعم. دكتور. نعم. عبد الله السلقيني. نعم. الشيخ أبو الخير شكري. الشيخ محمد زكريا المسعود. علماء معروفون في. نعم. سوريا. نعم. وغيرهم كثير. لكن الكل رأوا أنهم يحتاجون إلى شخصية جامعة. شخصية جامعة. فاختاروا الشيخ أسامة. طيب. فهذا اللي تم ببساطة. ببساطة. نعم. وبتاريخية أيضا. ليس معنى البساطة أنه بساطة في شرح المسألة حتى ما يبقى إنسان في عنده شائبة، لكن بتاريخية إما أن نكون على قدر الموقف أو أن نعتزل. طيب. لا نرضى أن نعتزل. نعم. ونحن مصرون على أن نكون على قدر الموقف في التاريخ والواقع. طيب. قبل أن أنتقل إليكم أستاذ نبيل، دعوني أذهب إلى مقطع فيديو لفضيلة المفتي، والذي يقول: المفتي الذي ينتخب من قبل العلماء يبذل كل جهده لحفظ البلد من العبث في الدين. فلنستمع إلى فضيلة مفتي سوريا. المفتي حينما يكون منتخبا من قبل العلماء فإنه يبذل كل جهده لحفظ البلد من العبث في الدين والعبث في الأحكام الشرعية ومن امتطاء هذه الأحكام الشرعية والفقه الإسلامي من قبل الحكام. يكون حرا في كلامه، حرا في تصريحاته، حرا في الفتاوي التي يصدرها بما يناسب البيئة ويناسب الزمن الذي هو فيه ويناسب البلد الذي هو فيه من شرع الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا إذا كان منتخبا من قبل العلماء، لأن غير العلماء إذا مارسوا تعيين المفتي فإنهم يوجهون هذا المفتي حسب أهوائهم ومصالحهم، وهذا لا يليق بمنصب الفتوى ولا يليق بمقام الفتوى على الإطلاق.
أستاذ نبيل، حقيقة هناك سؤال محوري وجوهري ومهم، يعني لماذا تأخر المجلس الإسلامي بانتخاب مفتي لسوريا كل هذا الوقت؟ بمعنى آخر، يعني لماذا انتظر حتى يلغي رأس النظام السوري المنصب ثم أقدم المجلس على هذه الخطوة المباركة؟ أستاذ نبيل هل تسمعني؟ نعم يا أخي، يعني الحقيقة لم يتأثر هذا المعنى. نعم. أن نضع المجلس في أو نضع المفتي في موقع الدفاع عن هذه الخطوة والدفاع عن نفتي والدفاع عن صحة كلامي، هذا الواقع غير سليم. نعم. يعني المجلس الواقع منذ تأسيسه، أولا تأسس فورا عملية من عام 2014، يعني بمعنى تأسس من أجل القيام بأعمال إسلامية وجمع كلمة المسلمين ممثلين في علمائه. نعم. الأمر الثاني هو أسس مجلس الإفتاء الشرعي، مجلس الإفتاء السوري الذي قام أيضا 2017 في الواقع في وقت مبكر. الآن هذه الخطوة تأتي من جانب العملي وليس من جانب الواقع أنه تأخر أو لم يتأخر. الأمور عندما صدرت فتاوى، صدرت فتاوى طوال تلك الفترة الماضية عن طريق المجلس الإفتاء، وكان يعترف بها وتتبع، بينما كان يستهزأ بما يقول الحسون الذي وضع وضعا في مكان أكبر منه بكثير. بالتالي الواقع الأمر ليس مسألة دفاع وهجوم أو دفاع ونقد، وإنما أمر خطوة عملية في وقتها المناسب. ألا أيضا ننصب المفتي يحافظ عليه ولا يلغى بهذا الشكل الذي لا يليق بدولة ولا يليق بنظام. والحقيقة الشيء الذي يصنعه النظام الآن أو ما يسمى النظام في سوريا شيء ليس لا من باب السياسة، هو عصابات تحكم البلد بهذا الشكل. يعني الأمر الآخر الواقع، لا نسمي هذا المجلس مجلس معارضة أو هذا المفتي مفتي المعارضة أو مفتي الثورة أو مفتي كذا، هو مفتي سوريا بهذا الاسم وبهذا الوصف الواقع الذي يمثل دوره والذي يمثل عمله. والشيخ الواقع أسامة ليس معروفا في الفترة التي ظهر فيها كرئيس للمجلس السوري، المجلس الإسلامي السوري، وإنما منذ كان في سوريا من قبل. الواقع دوره في مجلس الرفاعي هو وأبوه وأخوه وغيرهم، الواقع كان دورا معروفا وتعرض لما تعرض إليه منذ بداية الثورة، وعندما خرج تابع عمله حيث يمكن له أن يتابع عمله بالحرية الممكنة. بالتالي كان الرجل المناسب في الوقت المناسب اختياره كمفتي للجمهورية أو كمفتي لسوريا ككل. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، أيضا فضيلة مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي يقول: لابد أن نعمل من أجل إخوتنا في سوريا. لنتابع هذا المقطع. أيها الإخوة السوريون، أيها الأحبة، أنتم تعلمون ماذا يعاني الشعب السوري؟ كثير من أنواع المعاناة يعانيها. المعتقلين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالفرج عنهم وأن نراهم بخير معافية إن شاء الله تبارك وتعالى. المعتقلون، المفقودون، المهجرون والمشردون، المخيمات وما فيها، إلى آخر ما هنالك من هذه المعاناة. إخواننا، ما هو واجبنا أن نفعل؟ هل يكفي أن نتحسر على وضعهم؟ هل يكفي هذا؟ هل يكفي أن يقول أحدنا إنني متألم جدا لوضع هؤلاء الإخوة المعتقلين أو هؤلاء المشردين أو الذين يسكنون الخيام، يعانون من حر الصيف وبرد الشتاء إلى آخر ما هنالك؟ هل يكفي هذا؟ لا تكفي الحسرة أن يشعر بها الإنسان في قلبه، وإنما لابد أن يعمل عملا ما. إخواننا، هؤلاء ليسوا غرباء عنا، هؤلاء إخوتنا وأحبابنا وأبناؤنا وبناتنا ونساؤنا، وليسوا غرباء أبدا. ينبغي أن نشعر بشعورهم كما يشعر الأخ منا بشعور أمه وشعور أخته وشعور بنته. هذا واجب يا أخواننا، وليس تبرعا، وإنما هو واجب يسألنا الله تبارك وتعالى عنه. يجب علينا أيها الإخوة جميعا أن القوي يأخذ بيد الضعيف، وأن الغني يأخذ بيد الفقير، وأن نكون لبعضنا البعض كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما لم نكن كذلك فإيماننا فيه خلل، إيماننا بالله فيه خلل، لأن الله تبارك وتعالى
يقول لنا في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة. أيضا مشاهدينا الكرام، نستمع إلى مقطع فيديو آخر لفضيلة مفتي سوريا يقول إن منصب المفتي للسوريين جميعا وليس فقط للمعارضة أو الثورة السورية. لنستمع إلى فضيلة المفتي. نمد يدنا إلى جميع المكونات من الشعب السوري. إخواننا، منصب المفتي أو مقام المفتي ليس هو لفئة دون فئة، هي للسوريين جميعا، وهكذا عودنا ساداتنا مشايخنا والعلماء الذين سبقونا إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وكنتم ولا تزالون تسمعون القصص الكثيرة عن علمائنا أمثال سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني وغير الشيخ بدر الدين الحسني، مما من تلك الطبقة الذين كانوا يمدون أيديهم إلى كل الطوائف وكل الأديان وكل الأعراق وكل الإثنيات في بلادنا، يمدون إليهم أيديهم بالمساعدة والمعاونة والتوسط لدى الحكام بكثير من الأمور، يعني لا يفرقون بين أحد وأحد. بلادنا هكذا عاشت، ما كان في تفريق بين فلان وفلان وطائفة وطائفة وعرق وعرق، ما كان في تفريق، عشنا على هذا، معنا كنا صغارا وشبابا نعرف هذا. كان يا أخواننا ليس العلماء فقط، كان كثير من الناس يعيشون هذه المعاني. شيخ مطيع، يعني استمعت إلى ما تفضل به فضيلة مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي، ولكن هناك من يقول إن منصب المفتي هو للمعارضة السورية، والبعض الآخر يقول إنه للمعارضة في الخارج، أو أنه يعني مفتيا للثورة السورية. كيف تردون على ذلك؟ يعني الذين تابعوا كلمة الشيخ أو الإعلان على مفتي، الذين تابعوا اليوتيوبات والوسائل، عملوا إحصاء. نعم. أكبر نسب مشاهدة كانت في دمشق. يعني في المناطق التي يسيطر عليها النظام. نعم. وهذا يجعلنا نوصف التوصيف الحقيقي، أهل دمشق ليسوا مؤيدين لبشار الأسد ولا أهل حلب، هؤلاء مقيدون. نعم. هؤلاء الآن يعني قابضون على الجمر. فالقول بأن الشيخ أسامة مفتي لطائفة دون أخرى أو لفرقة دون أخرى أو لناء داخل وخارج، نعم، كلام بعيد كل البعد عن الواقع. أولا، الشيخ أسامة عاش معظم حياته عاشها في دمشق. نعم. وهو خطيب مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي. تصور أنه هذا النظام المجرم غير اسم المسجد، مثل ما إيران الآن بتغير أسماء مساجد لحسينيات، تغيرها. نعم صحيح. تيجي على سوريا مسجد معروف، هذا مسجد سنة، بتشيل العنوان وبتسويه حسينية بعنوان واضح، يعني ما في دولة مارقة عابرة بكل معاني الإرهاب. نعم. تعمل مثلها، وهذا النظام يعمل نفس الشيء. مسجد اسمه مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي، والد الشيخ أسامة. نعم. اللي هو من كبار علماء الطبقة العالية في العلماء بكل سوريا، مزعوج من الاسم، لا يريد الاسم، يحارب العناوين، يحارب التاريخ. هذا الكلام انه والله مفتي الان الذين باركوا للشيخ أسامة من مختلف دول العالم، كل دول المهاجر، من المسلمين ومن غير المسلمين، من كل الروابط والهيئات. لذلك هو هذا الكلام، ان هنالك شخصيه جامعه. نعم. جامعه يعني يسمع لها الجميع، يحترمها الجميع، يعرف تاريخها الجميع. هذا يؤذي النظام بشكل كبير جدا، ولذلك أتباع هذا النظام المجرم يريدون أن يعني أن يقولوا أي شيء في سبيل أنه أن تفوتهم هذه المسألة. في ليلة انتخاب الشيخ أسامة، نعم، يعني مئات الرسائل الحقيقة، أنا عززت على القراءة. نعم. يقولون نحن لم نعش ليلة سوريون كهذه الليلة، شيء نحن بأيدينا صنعنا. نعم. ما جاء أحد أملى علينا، وما جاء أحد فرض علينا، ولا دولة قالت افعلوا كذا. اجتمع السوريون ورأوا هنا أن هنالك مسألة أساسية تعنيهم، وقاموا بهذه الخطوة. تحتاجون دعم من يعني بعض الدول، تحتاجون إلى ذلك. أولا، نعم، المجلس من حيث الحالة المادية
لم يأخذ دعم من أي جهة، ناهيك عن الدولة. نعم. وهو لا يريد لا دعم من أي دولة ولا الاعتراف المطلوب، ليس هو الاعتراف الذي يستجدى. أقصد هو الاعتراف، يعني الدعم بمعنى الاعتراف من باقي الدول خاصة العربية والإسلامية. نعم. الاعتراف الآن مثلا هناك مباركات كثيرة من أصحاب الشأن، تمام. مفتي ليبيا، علماء اليمن، علماء العراق، نعم. العلماء المسلمون في أوروبا، نعم. اتحاد علماء المسلمين، كل هؤلاء هم أصحاب الشأن، نعم. في هذه القضية، وهؤلاء جميعا رأوا هذه الخطوة خطوة مباركة وعظيمة جدا وخطوة جامعة، نعم. ولذلك هذا الاعتراف، الذي الاعتراف أنت تصنعه بيديك بمواقفك، بوطنيتك، نعم. بانتمائك، بأحقيتك، هذا الاعتراف الذي يفرض نفسه. والاعتراف لا يستجدى، والله أنا حريص على أنه تعترف في الدولة الفلانية، هذا الكلام الآن لا يعنينا. نعم. إذا كان الجهات التي اعترفت أصحاب الشأن هي المقصود الآن، بعد ذلك هذه الدول الحقيقة التي قالت، يعني هي في جانب سياسي أصدقاء، نعم. للشعب السوري، نعم. لم تصدق في صداقتها، نعم. كان عليها أن تعترف بالدماء التي بذلت في سوريا، نعم. في وجه هذا المجرم، نعم. وتعترف بالحق وتقف في وجه هذا، بدل من أن تذهب إلى التطبيع معه، نعم. التطبيع مع هذا النظام القاتل الطائفي المجرم، طيب. الذي يريد أن يقسم سوريا، طيب. فلذلك ما كان المجلس عندما اتخذ هذه الخطوة يبحث عن بهرج وعن مكانة وعن يعني أنا ستعترف فيه، ما انتظر كل هذا الأمر، نعم. يعني إذا هم ألقى بين عينيه عزمه وأعرض، نعم. عن ذكر العواقب، طيب. بجانبه. طيب شيخ، أستاذ نبيل، خطوة المجلس الإسلامي السوري هل يعني ستكرس ضرورة استقلال الإفتاء عن التبعية السياسية أو حتى عن الإملاءات أو الإيماءات السلطوية إن صح التعبير في ذلك؟ يعني السياسة والممارسات التي سار عليها المجلس منذ إنشائه، منذ تأسيسه، الواقع هي هذه السياسة، هي التخلص من التبعيات الخارجية والاستقلالية بالنسبة للسوريين وعملهم وقراراتهم وتحديد مصيرهم بأنفسهم. فإذا تابع طريقه وواصل الأعمال بالشكل الذي عمله، فالواقع يساهم إسهاما كبيرا في ذلك. إنما يجب الواقع أن نضع نصب عيوننا أمرا آخر إضافيا بالنسبة للمجلس الإسلامي السوري، له دور معين ووضع معين وإطار معين يشتغل به. إنما نحن نحتاج إلى الواقع، إلى الخبراء على كل صعيد، إلى التعاون بين المتخصصين على كل صعيد، إلى التلاقي بين المتخصصين وغير المتخصصين على كل صعيد، وليس على صعيد العلماء فقط. بالتالي الذي يكتمل العمل عندما يتعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف الكريمة للإنسان السوري وللجنس الإنساني بشكل عام وللمسلمين وغير المسلمين بشكل عام. بالتالي يجب الواقع أن نعلم بأن عمل المجلس هو جزء من العمل المطلوب من السوريين والمطلوب من العرب والمسلمين ككل، الواقع من أجل استعادة مكانتنا حضاريا، استعادة مكانتنا علميا، استعادة مكانتنا سياسيا، وليس القضية قضية الارتباط بهذه الدولة أو تلك أو انتظار الدعم من هذه الدولة أو تلك. الاعتراف نناله إكراها ولا نناله الواقع بالطريقة التي كانت أثناء الثورة، عندما يعيدون بشيء ولا ينفذونه، يعترفون شكليا بشيء ولا يتعاملون معه التعامل على قدم المساواة. بالتالي نحتاج الواقع إلى العمل من جانب المجلس ومن جانب غير المجلس من أجل إثبات وجودنا وإثبات الواقع أننا قادرون على أن ندير أنفسنا بأنفسنا وقادرون على مواجهة الواقع الهيمنة الخارجية ونرفضها كل الرفض من أجل قيام سوريا مستقلة وبالنسبة لأوطاننا جميعا وليس سوريا فقط. شيخ مطيع، اختيار المفتي هل جاءت لترسيخ معنى المرجعية المستقلة عن التحكم السياسي في موضوع خاصة موضوع الفتوى، تعتقد ذلك؟ يعني وبضدها تتميز الأشياء. طيب. رأينا من سمي مفتي سابقا في اغتصاب لمقام الإفتاء أحمد حسون، نعم. كيف كان يفتي للنظام في كل مسألة يريدها. طيب. وكان شرق حلب يدمر هكذا بكلمة أنه ينبغي أن يدمر فتوى. طيب. مسألة التهجير رأينا كيف تكلم عن الذين خرجوا، فسر سورة التين، نعم. أنه هؤلاء الله رددهم أسفل سافلين، 14 مليون سوري بين نازح ومهجر، هؤلاء عند
المفتي أحمد حسن التابع لبشار الأسد، هؤلاء الله عز وجل ردهم أسفل سافلين. والكلام أنه التناقض أو الخصومة بين عبد الستار محمد عبد الستار السيد وبين، طبعا لأنه كل واحد منهم تابع لجهاز مخابرات وكل واحد منهم تابع لدولة، هذا تابع لروسيا وهذا تابع لإيران، هذا بتدعم روسيا بتدعم إيران. رأيت كيف تدخل السياسة بوجهها القذر في الدين؟ هذا الذي نرفضه، نرفض أن يكون الدين مطية لأجندات حكام طائفين ظالمين، نرفض أن تكون هنالك تبعية، نرفض أن يكون هنالك بصم على دماء السوريين وتضييع حقوقهم. هذه المسألة لو لم يقم العلماء السوريون في انتخاب المفتي إلا بهذه القضية، بأنهم لا يريدون أن تكون قضية الإفتاء بيد الذين يلعبون السياسة بوجهها السيء الذي هو ضد الشعوب، لو لم يكن إلا هذا الأمر أنه عندنا رجل يتكلم بناء على رؤية شرعية، بناء على مشورة، بناء على عمق إسلامي، بناء على تاريخ معروف بهذا الرجل، بناء على مواقف تشهد لأنه سيقول الموقف الكلمة أساسا. هو الشيخ أسامة مثلا من أنجأ القبول من أول الثورة 2011 في قلب دمشق في مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وقف وقال لا لهذا الظلم وهذا الإجرام وهذا القتل، وضربوه رأينا ذلك. لكن هذا لم يكن مع الذين يبصمون للنظام، أولئك في طمأنينة وأمن، المهم أن يعيشوا تلك الحياة فقط، أن يرضى عنهم سيدهم الذي جاء بهم وبجرد قلم ذهب بهم. هذا لا يملكه النظام. شيخ مطيع عفوا، ولكن بقيت لدينا 4 دقائق سأقسمها بينكم وبين الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، بسؤالي الأخير إلى حضرتك، يعني ما هي أبرز المهمات والمسؤوليات التي ستقع على عاتق فضيلة المفتي أسامة الرفاعي؟ بأي خطوة يجب أن يبدأ من وجهة نظركم أستاذ نبيل؟ يعني دوره أكبر من دور مفتي بالأحوال العادية، هو يسلم من واقع هذا المنصب في موقع سوريا كلها تحتاج لواقع العمل وتحتاج الجهد على كل الأصعدة وليس فقط على صعيد الإفتاء، وهذا ما كان يقوم به من دوم خلال رئاسة المجلس الإسلامي السوري. فالواقع أكثر شيء أتمناه هو الواقع التواصل مع مختلف فئات السوريين من داخل البلد وخارج البلد من أجل الرؤية مشتركة، وموقعه كمرجعية الواقع هو الذي يعطي مثل هذه الرؤية قوة جاذبة من أجل أن تجذب السوريين إلى التعاون مع بعضهم بعضا والتكامل مع بعضهم بعضا. فأنا أتمنى الواقع التواصل مع جميع فئات السوريين من أجل وضع رؤية مفصلة. بدأ المجلس الإسلامي بوضعها تحت عنوان وثيقة المبادئ 5، أرجو أن تستكمل هذه الوثيقة بالتفاصيل الضرورية. شيخ مطيع، من أين سينطلق فضيلة المفتي في أي المهمات تحديدا يجب عليه أن ينطلق في ظل الظروف التي تعيشها سوريا حاليا؟ حقيقة يعني ذكر الأستاذ نبيل مسألة مهمة جدا، وأنا أيضا أضيف لها مسألة أيضا مهمة جدا. المفتي لو لم يقم إلا بعمل واحد، لو بقي المفتي جالس وراء المكتب وفقط يقول كلمة واحدة، يقول لا لمشروع الولي الفقيه الآن الذي يغير وجه سوريا، لا لإيران التي تحتل سوريا، يا جماعة تعالوا إحنا كل مكونات سوريا عندنا عدو، هذا العدو عم يحط قواعد عسكرية وميليشيات عم يجيبها زي نبيون وفاطميون وحيدريون ومن كل أصقاع الأرض، يأتي بهم على أساس طائفي بإرهاب عبر الحدود ويغير المساجد ويعتدي على اللغة ويعتدي على كل هذه الأشياء. المفتي لو لم يقل إلا يبقى يقول ويحشد ضد هذا الأمر لكان قام بأهم عمل يرجى منه. ولو أيضا هذا الذي تم أنه يا إخوة في كل سوريا كل مكونات السورية السنة والدروز والمسيحيون كل المكونات، يقول لهم هذا عدو يستهدفنا جميعا يريد أن يمزق الجميع، هذه نقطة أيضا مهمة جدا. ولذلك يعني عندما تتكلم عن القضايا الاستراتيجية لا تنتبه إلى القضايا الثانية. لذلك مثلا جاء بالكلام أنه ليس مهمة المفتي الحلال والحرام، الحلال والحرام مسألة مهمة لكنها هنالك علماء وقامات ومتخصصون كثر. المفتي شيء آخر، المفتي قضية استراتيجية، المفتي شخصية وطنية تاريخية جامعة، المفتي إن لم يعني ينبغي أن نوجد المفتي إذا غاب هذا. لذلك كان الكلام ليس عن المنصب، شوف هاي المسألة يعني شيخ بعجالة إنه الكلام ليس منصب نسعى إليه. تأخر المجلس لأنه ما كان حريص على المنصب،
بل المجلس حريص على المقام على المكانة. نعم. ولذلك كانت هذه المسألة. طيب. أنا أشكرك شكرا جزيلا الشيخ مطيع البطين المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري، شكرا جزيلا لحضوركم هنا في قناة الرافدين. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ نبيل شبيب، حدثنا عبر سكاي من برلين الكاتب والباحث السوري. أستاذ نبيل شكرا جزيلا لتواجدكم هنا معنا في قناة الرافدين في حديث العرب. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.